السلام عليكم متتبعي الكرام ومرحبا بكم. اليوم بغيت نقدم لكم وصفة الكيكة بالشوكولات ولا الكاتو ديال الانيفيرسير، ولا نقدروا نديروه في جميع الحفلات ولا المناسبات اللي نكونوا عارضين فيها الاحباء ديالنا. بالنسبة لهاد الوصفة هذه كتكون سهلة بزاف وما كتطلبش بزاف ديال المقادير، وغادي نبدا التحضير. بالنسبة لهاد الوصفة هذه غادي نحتاج 3 البيضات، 120 غرام ديال الطحين، 80 غرام ديال السكر، 80 مليلتر ديال الماء، و ساشي د فاني، و ساشي ديال الخميرة ديال الكاطو اللي كيعادل 11 غرام. اذا غادي نبدا بالصفر ديال البيض، غادي نحيدو نديرو في اناء، وغادي نخلي البيض في اناء واحد اخر اللي غادي نخدمو من بعد بحال هذا الشكل هذا. بالنسبه للصفر راني زدت عليه الكمية ديال السكر وخدمته مزيان بالطراد حتى ولا بحال واحد الكريمة ولا بيض بدل اللون ديالو، وزدت عليه الكمية ديال الماء وغادي نخدمه بحال هكا. هما دوك ما شفتو كدير كيولي خفيف بحال واحد لاموس، وغادي نزيد عليه الكمية ديال الطحين مقدار ديال 120 غرام، وغادي نخدمه شي شوية، ومن بعد غادي نزيد لا ليفور اللي عندي ولا الخميره ديال الكاطو. هاد الوصفه هذه سهله بزاف وما كتطلبش بزاف ديال المقادير، كما غادي تشوفوا ان شاء الله غادي تعجبكم، والكل يقدر يجربها من غير ما يكون عندنا الالات ديال لاباتيسري ولا ديال الطبخ. احنا هذا كملنا الوصفه هذه الاولى، وغادي ندوزو للتطراب ديال البيض. البيض عندي داك 3 ديال البيض اللي كنت عزلتهم قبيله، زدت عليهم خنيشه ديال السكر فاني باش دير هذيك النسمه ديال الفاني في لاجينواز. غادي نخدم مزيان حتى يولي بحال الثلج او لو بلون او نيج. اذا باش غادي نكمل هذا التحضير هذا، غادي نجيب التحضير الاول. غادي ناخذ الكميه ديال هذا البيض ونزيدو غير بشويه بشويه ونخلطو مزيان بحال هكذا، واحد المعلقه ولا بحال لاسباتول بحال اللي كنخدم بها انا، حتى نكمل المقدار اللي عندي كامل. باش غادي نسالي غادي نحصل على النتيجه بحال هكا، كتكون العجينه خفيفه ومهويه مزيان، وغادي نديرها في الاناء اللي غادي ندخلو للفران ولا البلاطو اللي غادي نطيب فيه لاجينواز. غادي نكبها بحال هكذا فيه، وغادي نسرحها مزيان باش يكونوا الاجناب ديال لاجينواز متساويين، وندخلها الفران لمده 15 دقيقه على حراره 180 درجه، وغادي نتلاقاو فاش لاجينواز غادي تطيب. ها هي هذه لاجينواز ديالنا طايبه و اللون ديالها مذهب. غادي نغطيها بواحد الورق الغذائي وواحد الفوطه نقيه ونخليها حتى تبرد مزيان. فاش غادي تبرد غادي نقلبوها وغادي نحيدو لها الورقه اللي طابت عليه. كما كتشوفوا كتجي رطبه ومهويه مزيان. غادي ناخذ واحد الكميه ديال الحليب بواحد البانسو، غادي نرشها شي شويه حتى تكون مرشوشة على جميع الأماكن. غادي نغطيها مرة تانية ونخليها على جنب باش ندوز للتحضير الثاني اللي هو التحضير ديال لاكاناش مونتي ولا الكريمة ديال الشكلاط. إذا بالنسبة لهذا التحضير هذا عندي الكريمة الخاصة ديال لاشونتي، وعندي 200 غرام ديال الشكلاط الأسود. غادي ناخد هاد الكريمة اللي كنديرو بها الحلوى نديروها تسخن شوية العافية في واحد الكسرونة، ما خليوهاش تغلي غير تسخن، وغادي ندير فيها قطع ديال الشكلاط وغادي نغطيها حتى يدوب لنا الشكلاط كامل. غادي نخلطو هاد الشكلاط من بعد ما يدوب مزيان حتى ينسجم مع الكريمة، وغادي نديرو في الثلاجة حتى يبرد مزيان، وغادي نتلاقاو باش غادي نديرو المرحلة النهائية ديال لا غاناش مونتي ولا ديال الكريمه ديال الشكلاط. ها هو عندي الشكلاط داب وقصح شويه،
غادي نزيد عليه 20 غرام ديال السكر كلاصي، وواحد الكمية تانية ديال الكريمة. غادي ندير كلشي في واحد لوسالاديه، غادي نحطو على واحد الصاك جامد باش يعني نخلي هذاك لا تمبيراتور ديال البروده ديال الكريمه، وغادي نخدمهم بواحد الطراب مزيان حتى نحصلو على لا كريم اللي حنا كنتظروها، ولا على لا غاناش مونتي اللي غادي نديروها في لا جينواز. بالنسبه لهاد لا كريم الا ما كانتش عندكم متواجده، ممكن تعوضوها بنوع من الاجبان ولا الفروماج اللي كنديرو في الخبز اللي كيكون مسوس. اذا هذه هي النتيجه عندنا ديال لا غاناش مونتي ولا الكريمه ديال الشوكولا. غادي ناخذ لا جينواز، غادي نقطعها لثلاثه ديال الاجزاء متساويين، وغادي ندير عليهم لا غاناش مونتي، غادي نساويهم مزيان. كما غادي تشوفوا معايا غادي نروليهم ولا غادي نشكلهم على شكل غولو حتى نكمل الكميه اللي عندي ديال لا جينواز كامله. هي هذه القطعة الأخيرة اللي عندي، غادي نوقف على الشكل الدائري، وداك المتبقي اللي عندي ديال لاكناش غادي نغطي بها الكاطو اللي عندنا كامل، ونحاول نساويها على جميع الأجناب. غادي ناخد واحد لافورشيت وندير بها بعض الأشكال. كما قلت لكم هذا الكاطو ما يحتاج بزاف ديال الاجهزه عفوا ديال الباتيسري. عندي هنايا الشكلاط البيض حكيتو غير بالحكاكه ديال اليد، وغادي ندردرو عليه هكذا بحال اللي طاح عليه الثلج مثلا. عندي في بعض ديال الاشكال ديال الشكلاط، غادي نزوق به الكاطو اللي عندي. ممكن تعوضوها بالفواكه ولا بالحلوى ولا الكاطو ولا اي حاجه انتما عجبتكم. ما تنساوش تشاركوني ودعموني على القناه، غادي نسين لي كومونتير ديالكم. هاد الوصفه هذه سهله وبسيطه والنتيجه ديالها كتكون رائعه بزاف. ما تردوش بارطاجيوها ولا تقاسموها مع الاحباء ديالكم، وغادي نتلاقاو مع وصفه وحلقه اخرى على قناه مطبخي، والى اللقاء.